عكس المتوقع، رئيس جنوب افريقيا يتجاهل ذكرى قضية الصحراء بشأن رئاسة بلاده للاتحاد الافريقي في خطابه الذي ألقاه يوم الثلاثاء أمام السلك الدبلوماسي المعتمد بجنوب إفريقيا والمخصص لتحديد الخطوط العريضة لرئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي لسنة 2020. تجاهل الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا أي إشارة لنزاع الصحراء، فلدى تطرقه لجهود إفريقيا لإسكات المناطق وحل النزاعات التي تعرفها القارة الإفريقية. أكد الرئيس الجنوب الإفريقي أن بلاده ستركز بشكل خاص على نزاعين وصفهما بالمستعصيين على القارة وهم ليبيا وجنوب السودان، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تشارك بالفعل بنشاط في البحث عن حلول. كما أشار إلى أن تعميق التكامل الاقتصادي وتمكين المرأة والحكم الرشيد ستكون على رأس أولويات رئاسة بلاده للاتحاد. وفي الوقت الذي كانت تعول فيه جبهة البوليسارو الانفصالية على أن يتصدر نزاع الصحراء الخطوط العريضة لأولويات الرئاسة الجنوب إفريقية للاتحاد الإفريقي، خاصة وأن بريتوريا ترأس كذلك آلية الترويكة الخاصة بمتابعة مستجدات نزاع الصحراء، ورغم استعراضه لبعض النزاعات التي تعرفها القارة، إلا أن الرئيس الجنوب إفريقي لم يتطرق في خطابه لهذا النزاع الانفصالي المزعوم. خطاب الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا يأتي في وقت تستعد فيه بلاده لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي من طرف مصر خلال أعمال القمة الإفريقية العادية في دورتها 33 على مستوى الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، والمقرر إقامته في أديس أبابا في 9 و10 فبراير المقبل، حيث استعرض أبرز الخطوط العريضة التي ستتصدر جدول أعمال الرئاسة الجنوب إفريقية لهذا التكتل القاري. بدأت سنة 2020 بانتصارات جديدة ومتتالية للدبلوماسية المغربية في قضية الوحدة الترابية، إذ بعد افتتاح مجموعة من الدول الإفريقية لقنصلياتها العامة بمدينة الداخلة وسحب دول من أمريكا اللاتينية لاعترافها بجمهورية الوهمة، جاء الدور على الاتحاد الدولي لكرة القدم ليوجه ضربة موجعة للبوليساريو والجزائر التي صنعتها وتدعمها حاليا. فقد نشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع تويتر تغريدة يؤكد فيها مغربية الصحراء، وذلك على هامش بطولة إفريقيا لكرة القدم داخل الصالة التي تحتضنها مدينة العيون المغربية. وجاء في تغريدة الفيفا: كأس أمم إفريقيا لكرة الصالات 2020 ستقام في العيون المغربية في الفترة من 28 يناير إلى 7 فبراير. المجموعة الأولى المغرب غينيا الاستوائية موريشيوس ليبيا، المجموعة الثانية مصر غينيا أنغولا موزمبيق، البطل الوصيف وصاحب المركز الثالث سيمثلون القارة في كأس العالم بليتوانيا. حل رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد مساء الاثنين بمطار الحسن الاول بالعيون لحضور نهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم داخل القاعة طوطال المغرب 2020. وفي تصريح للصحافة شكر احمد احمد السلطات والمسؤولين المغاربة على تعبئة الموارد اللازمة لاستقبال هذا الحدث ولإنجاح تظاهرة قارية مشهودة، بالإضافة إلى تشييد بنى تحتية رياضية من شأنها ضمان بطاق كرة القدم خصوصا والرياضة على العموم. وفي تصريح مماثل قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجعة إن مدينة العيون مؤهلة لتنظيم تظاهرات كبرى قارية وعالمية أسوة بحوادر الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بفضل السياسة التنموية التي يقودها الملك محمد السادس. وستجرى احتفاليات افتتاح نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة طوطال المغرب 2020 والتي تتواصل حتى 7 من الشهر المقبل مساء اليوم الثلاثاء. وانقسمت الفرق المتأهلة لهذا الحدث إلى مجموعتين: المجموعة ألف تضم المغرب وغينيا الاستوائية وجزر موريس وليبيا، في حين تضم مجموعة باء كل من مصر
وغينيا وأنغولا والموزمبيق، وسيعرف اليوم الأول إجراء مباراتين سيواجه خلالها المنتخب الغيني الاستوائي جزر الموريس، في حين سيواجه المنتخب المغربي نظيره الليبي. وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى في هذه البطولة الإفريقية إلى كأس العالم المثمى تنظيمه بليتوانيا خلال الفترة الممتدة من 12 سبتمبر إلى 4 أكتوبر من هذه السنة. ويصب المنتخب الوطني الفائز بلقب الدورة الماضية التي احتضنتها جنوب إفريقيا سنة 2016 بتفوقه على منتخب مصر بثلاثة أهداف لهدفين الحفاظ على اللقب الغالي. كشفت تقارير إعلامية أن التوجس الإسباني من ترسيم المغرب حدوده البحرية الواقعة جنوب جزر الكناري وقبلة الصحراء يرجع بالأساس إلى رغبة حكومة مدريد في الظفر بالمعادن النفيسة التي تتوفر عليها المنطقة البحرية. وأوضحت ذات التقارير أن الإسبان يرغبون منذ سنة 2017 بالظفر بجبل بركاني يقع قبلة السواحل الجنوبية للمملكة يعرف بالتروبيك، ويطلق عليها الخبراء تسمية كنز المحيط الأطلسي. وكشفت الدراسات أن منطقة التروبيك تعد أكبر مستودع في العالم للتيروليوم، بالإضافة إلى ضمها لكميات أكبر ب54 مرة من المخزون العالمي الحالي لمادة الكوبالت، وهي الكمية الكافية لتصنيع 270 مليون سيارة كهربائية. ويقع الجبل على بعد 450 كيلومترا من المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة المغربية، كما يقع على بعد 463 كيلومترا من المنطقة الاقتصادية الإسبانية، وأيضا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، الشيء الذي يجعل استغلال الثروات المعدنية التي يتوفر عليها هذا الجبل المكتشف سنة 2017 مرتبطا بمدى التوصل إلى اتفاق بين الرباط ومدريد بالدرجة الأولى ومع موريتانيا بالدرجة الثانية. وفي ذات السياق أكد المغرب وإسبانيا يوم الجمعة بالرباط على تشبثهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما. وأجمع الطرفان خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت عقب اجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وناظرته الإسبانية أرناتشا غونزاليس لايا على التزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأي إجراءات أحادية الجانب. وفي هذا السياق أكد بوريطة أن المملكة ملتزمة بمبدأ الحوار، وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هذه الحالات على التفاوض وهو السبيل الأمثل، وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين. واعتبر الوزير أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن إسبانيا قامت بنفس الأمر سنة 2010 بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري دون أخذ إذن من المغرب، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك. وشدد بوريطة على أن المملكة ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليها، ولا يريد بالمقابل أن يفرض إرادته على أحد. بدأ قائد أركان الجيوش الموريتانية الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين اليوم الثلاثاء زيارة إلى المغرب. وتأتي زيارة قائد الأركان الموريتاني بعد الزيارة التي قام بها قبل يومين المدير العام للأمن الموريتاني الفريق محمد ولد مكت إلى المملكة برفقة وفد يضم عددا من ضباط الأجهزة الأمنية، وذلك لبحث عدة ملفات أمنية تهم البلدين على رأسها تعزيز التدابير الأمنية في المعبر الحدودي القرقرات.
زيارة شخصيات رفيعة المستوى من الأمن والجيش الموريتانيين إلى المملكة تعتبر الأرفع من نوعها منذ عدة سنوات، وذلك بعد شبه القطيعة التي عرفتها العلاقات بين الرباط ونواكشوط خلال فترة حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ود عبد العزيز بسبب السياسات العدائية لمصالح المملكة وانحيازه للجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية.